مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في نهائي قبل الاوان في سيمي فاينل دوري ابطال اوروبا. لكن مباراه تجمع الغريمين في مباراه خارج التوقعات، مباراه الحسابات والاثاره والنديه والمتعه المنتظره. اليوم يلعب المارد الاصفر بروسيا دورتموند ضد نادي توتنهام، احد اعرق الانديه الانجليزيه. نحن على موعد مع الاثاره في مباراه اليوم. الفريقين هما من بين افضل الفرق على الساحه الكرويه العالميه. يطبق تكتيك الضغط العالي، وهو تكتيك يتطلب مجهود بدني كبير جدا من الفريق في ارضيه الملعب. تتكلم عن فريق بالتاكيد يعرف ذلك ويهتم باللياقه البدنيه بشكل عام حتى تساعد على الضغط بشكل مستمر على حمل الكره، وبالتالي اجباره على ارتكاب الاخطاء ولتجعل يستعيد الكره دائما بشكل سريع. تبدا الان المواجهه في اياب سيمي فاينل دوري ابطال اوروبا وسط اجواء مشتعله في المدرجات. خطوة واحدة تفصل الفريقين عن النهائي، الكل يتوقع، لكننا ننتظر من يوقع على أرضية الملعب. هاري كين، ديلي ألي، كرة بينية في اللحظة الماضية، كرة سهلة بيلتقطها الحارس. توماس ديلاني، أشرف حكيمي، رافائيل غوريرو، حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين، حكم يحتسب ضربة زاوية، ضربة ركنية تنفذ قصيرة، الكثير يصوب، كرة تقف عند حارس المرمى بدون أي مشاكل. يان فيرتونخين، روز، فيكتور وانياما، داني روز. الفريق ينجح الان في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. توبي ألدرفيلد، كيران تريبيير، حلوة الكرة إلى الطرف. تعامل سيء من اللاعب مع الكرة، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. أشرف حكيمي، توبي ألدرفيلد، تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. كريستيان إريكسن، ديلي ألي، الله على كرة بينية من هاري كين، عرضية في المنطقة، حارس بقبضة يده يبعدها. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، ماركو رويس، هيونغ مين سون، توتنهام استغلال سليم للمساحة الموجودة على الأطراف، يتوغل إلى الداخل، ماركو رويس، تتحول إلى رمية تماس، توماس ديلاني، ديلاني، اكسل فيتسل، يان فيرتونخين، سون هيونغ. حلو تبادل الكرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. تمريرة بالخطأ بيخلصها بدون مجهود. رافائيل غوريرو، أشرف حكيمي، قطع، شوف الكنترول، الله على التحكم، يخترق الدفاع، ما زالت الكرة تحت سيطرته حتى الآن، والتدخل ممتاز، ضربة ركنية الآن،
الجماهير تقوم بدورها الآن، تدعم اللاعبين على باك والكثير. أوه، تصدي رائع من حارس المرمى، تنبت قصيرة، إصرار كبير من المدافع، شوف يجبر اللاعب على الخروج بالكرة. كريستيان إريكسن، ديلي ألي، عرضية على القائم القريب، الحارس يضربها بقبضة يده ويبعدها. استغلال سليم جدا من بروسيا دورتموند للأطراف. بطوة كثير، تصويب الآن، والكرة إلى خارج ملعب ضربة ركنية. كرة قصيرة، عرضية في وسط ال 18، كانت فرصة هدف محقق، لكن برافو حارس المرمى خلصها، أبعد الكرة عن مرمى. لقطة خطيرة جدا، كرة بتبعد من مناطق الخطر. ماركو رويس، ألترفيلد يتدخل، بيخلص الكرة الآن، الفريق في موقف جيد، وعلى بعد 45 دقيقة فقط من النهائي. نعود مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة بدء لشوط المباراة الثاني من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والعداء أكيد لم يقل بين الفريقين في استراحة بين الشوطين. هاري كين ومحاولة الآن، ضاعت فرصة توسيع الفارق، كم ممكن يريح الكثير، كم ممكن يستغل هذه اللقطة، شوف الموقف كان واحد على واحد، فرصة كانت سهلة لكن ضاعت في النهاية. هاري كين، كرة إلى خارج المرمى، نهاية ما كانت مثالية لهذه الكرة، شوف التسديدة اللي كانت بعيدة، الوضعية أساسا ما كانت مثالية، هذه اللقطة راحت بعيد عن المرمى. التمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. تماس الآن، توماس ديلاني، أشرف حكيمي، رافائيل غوريرو، ماركو رويس، عرضية من ماركو رويس، أبعد الكرة من مناطق الخطر، يضرب الكرة بالرأس ولكن يرمي التماس. ماركو رويس، كرة بتتخلص من المنطقة، رافائيل غوريرو. بروسيا دورتموند الآن جاهز لإجراء تغيير في الدقائق المقبلة. ماركو رويس، توماس ديلاني، تدخل بيخلص الكرة. كين، عمر توبراك، مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. كرة بتتخلص، بيكرها بشكل سليم. كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية. كريستيان إريكسن، كيران تريبيير، الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، هذه تصويبة، كرة في القائم يا رب. أشرف حكيمي، العرضية باتجاه القائم القريب، تبعد الكرة من أماكن الخطورة، كانت فرصة كبيرة للتقدم في النتيجة لكن العارضة ترفض هذا الهدف، هدف التقدم كان قريب جدا من الفريق. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير، توقع جيد في قطع الكرة. يقطع الطريق لكن لا يسيطر على الكرة، محاولة التمرير كانت من ماركو رويس لكن مقطوعة، ما كان في عنده أي خيار سوى تشتيت الكرة بعيدا بعد ما وجد نفسه تحت كل هذا الضغط الكبير. روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. أكسل فيتسل، كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. هاري كين بيلعبها في الخلف، يبعد الخطورة في هذه الكرة، تخرج الكرة إلى رمي التماس من نصيب توتنهام.
تبديل الآن في تشكيلة فريق بروسيا دورتموند، دماء جديدة في أرضية الملعب، واضح أنه رح يكون في نشاط أكثر. كرة بينية فيها خطورة الآن، أخيراً عرفت الطريق، أخيراً حركت الشباك، أخيراً وصلت إلى المرمى. هدف تأخر كثيراً في المباراة، مباراة سلبية في أغلب الفترات، لكن هدف يحرك كل شيء هنا في أرضية الملعب. نظرة مختلفة للهدف من زاوية أخرى. المدرب حتى الآن سعيد جداً بما يقدمه لاعبه في أرضية الملعب وبالتفوق الكبير في هذه المباراة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ماركو رويس، 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، أشرف حكيمي، كرة مقطوعة، محاولة هجومية من دورتموند. كين ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. فريق رجع لنص ملعب الآن، كريستيان إريكسون، ديليا ألي، الله على التصدي المثالي، ركلية لصالح توتنهام. تصويبة باتجاه المرمى، واجهة كانت كبيرة في نصف النهائي، وكانوا الطرف الأفضل واستحقوا التأهل إلى المباراة النهائية. مجموع اللقاءين كان في مصلحتهم، أمر ما كان سهل أبدا. مثل هذه المواجهات تكون فيها ضغوطات كبيرة وحسابات معقدة. لعب مباراة بشكل جيد بصراحة، وظهر فيها بشكل لافت، وقدر يساعد فريق على تحقيق الفوز. نجح في زيارة الشباك. تبدأ الآن